ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن الطعم جديد والشكل جديد. معانا طاجن الخضار النهاردة، هنبدأ بيه مع بعض. تشكيلة من الخضار مع الوايت صوص مع الجبنة، وكالعادة في تركية في طعم بياخدنا المكان تاني. مقادير الطاجن ده: بتنجان على كوسة على جزر على بطاطس على فلفل على شوية زعتر حلوين، ولكن انت تقدري تختاري الخضار اللي انت حباه، ما تتقيديش بأي حاجة أنا ممكن أقولها. يعني ممكن تستغنى عن البطاطس، تستغنى عن الكوسة، الخضار اللي موجود عندك في درج التلاجة. كوسة، بتنجان، جزر، بطاطس، بصل، فلفل ألوان، طبعا ما عدا الطماطم. الطماطم هنا بريئة من الطاجن ده لأننا معانا وايت صوص معاه جبنة ومعاه شوية زعتر وزبدة. نشوف هنعمله مع بعض إزاي. أبدأ بأول حاجة تقطيع الخضار بشكل لطيف. هنعمله طاجن حاجة كده زي الطرلي، ولكن بمدرسة تانية خالص. هنشوف نعمله مع بعض إزاي. في طريقتين. الطريقة الأولى إن إحنا بنحمر الخضار ده كله في قلب الزيت، زيت غزير اللي بتحمري فيه البطاطس، بيبقى شكله حلو. يا إما تشوي الخضار ده وبعدين نتعرف عليه ونعمله بالوايت صوص أو بالريد صوص. فليك الاختيار هنا. إحنا هنعمله النهاردة بالوايت صوص مع تحمير الخضار في الزيت. هتقولي لي دسامة، إحنا معانا يوم الأحد من كل أسبوع بنعمل أكل صحي بمدرسة تانية خالص بنفس المكونات، وبنهرب من أي دهون بنستخدمها في الأكل بتاعنا. بطاطس بتقطع بالشكل ده كده، كاريهات، ده المصطلح العلمي بتاعها يعني مكعبات. ناخدها كده اهو، تبقى كلها حجم واحد عشان يبقى شكلها حلو على السفرة. نشيل دي من هنا. معانا بتنجان، معانا الابيض والاسود. انا مش بحب اقشر البتنجان بصراحه، قشره البتنجان مفيده على فكره، الالياف بتاعتها مفيده، غني بالحديد غني بالمعادن. البتنجان الاكسده فيه عاليه زي التفاح زي الموز، يعني فيه حديد، يعني لازم لما نقطعه نستخدمه على طول عشان ما يسودش مننا. يا اما تحطيه في محلول حمضي اللي هي ميه عليها شويه ليمون علشان ما يسودش منك اذا انت هتركليه شويه. شفت تقطيع الخضار كده؟ طبعا انت ممكن تقطعيه بشكل تاني خالص، اختياري بقى. كوسه معانا، مكعبات، معانا جزر في المقادير. في حاله تقطيعنا للجزر احنا بنقطعه بشكل تاني علشان ده بياخد وقت كبير في السوى شويه. هناخد الخضار ده كده زي ما هو، هنبدا ان احنا نديله شويه بهارات حلوين كده قبل ما نحطه في الزيت. وهقول لك على تركيه حلوه دلوقتي عشان الخضار ده ما يشربش زيت، وخليها في سرك وليها لصاحبتك لجارتك. تعالي لما تيجي تحمري خضار في الزيت زي بتنجان زي كوسه الحاجات الجميلة ديت، الشيف المغازي عمل تركاية حلوة بتغلف الخضار من الخارج وتحميه من الزيت ان هو يشرب زيت. شكل الخضار يفتح النفس، حلوة زي ما هو كده. معانا من النشا، الله، معلقتين حلوين كده بنغبروا بيهم مع سنة من الشبت صغيرة كده ونقلبه. حلو، هناخد الخضار ده كده من غير اي بهارات، انا مش عايز احط عليه بهارات خالص دلوقتي. وعندنا الزيت غزير. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ في قلب الزيت يا عم الشيف. حلو، بنملاها كده. الخضار لما يتقلي هيخس، هتلاقي كله دلوقتي بسوى الزيت معانا زي الفل. خلصنا من المرحلة الأولى لتحمير الخضار. نيجي للوايت صوص بتاعنا أو البشاميل. إحنا مجهزين شوية بشاميل هنا، عبارة عن دقيق زبدة حليب. دقيق وزبدة وحليب، وأنا عارف إن أنتوا شطار في عمايله. دقيق وزبدة وحليب، بيتحط الدقيق مع الزبدة أهو زي الفل. قوام اهو،
شفت الحلاوه دي؟ هو ده اهم حاجه من اسرار عمل البشاميل، ما يقطعش منك وانت بترفعيه كده من المغرفه. قطع يبقى في حاجتين، يا اما الدقيق دوبتيه في ميه سخنه فبرغل عندك، يا اما الحليب مش كويس قاطع. خلي بالك انا بقول لك على علامات وعلى تركات بتعرفي منها انك انت شغاله صح وماشيه في طريق سليم ولا لا، ودي مهمه جدا. اذا قطع منك البشاميل او الوايت صوص لحاجتين، الحاجه الاولى الحليب ما يكونش تاريخ صلاحيته مش مظبوط، مش تبريد مش كويس وهكذا، يا اما الدقيق انت قلبتيه في ميه سخنه فقطع منك. زي الفل. هنبدا نحط عليه شويه جبنه، باخد نص الجبنه دي كده على البشاميل او الوايت صوص. حلو. وبهر الوايت صوص ده ببابريكا، شويه كركم حلوين. حلو. معانا الملح، فلفل اسود، دي مدرسه بقى. وخد المفاجاه، مكعبين من الزبده عشان يبقى فيه شويه دسامه. طيب كده التغليفه والوايت صوص بتاعي جاهز. انا يا شيف مغازي مش بحبه بالوايت صوص، ممكن اعمله بالطماطم ممكن، بس دي مدرسه تانية. بمجرد ما تحط الجبنه الموزاريلا على الوايت صوص بيديك شكل مخاطي بقى. شفت القوام؟ تقل شويه. دي مدرسه، تقدري تعمليها مع مكرونه، تقدري تعمليها مع خضار، تقدري تعمليها مع سبانخ. تستخدمي الجبنه دي، ممكن جبنه بارميجان زي ما انت عايزه. طبعا الطبق ده خلصنا منه، مش هياخد وقت في التطبيق، انا في انتظار ان الخضار يتحمر شويه. هنخش على طبق تاني فيه شغل كتير وفي فكره طهويه وفي اسرار، اللي هي الكبيبه المقليه على طريقه المغازي. طب خلينا نشوف المقادير، يعني في موضوع، خلينا نشوف المقادير بعد، خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الكبيبه المقليه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتركيه الاخيره لعمل طاجن خضار بيتكلم مصر. ادي الخضار اللي موجود عندك، بطاطس، بتنجان، كوسه، ممكن تحط سبانخ، ممكن تحط مشروم، ده اختياري. حمرنا الخضار في الزيت، نزل على بصله ناعمه، نزل على تومه ناعمه، معانا شويه فلفل. انا بحب الخضار يبقى فيه الوان كده لطيفه والاطفال بيحبوا الحاجه ديت. ناخد الخضار ده كده بالشكل ده كده مع شويه زعتر. اهم حاجه التومه والبصله بتاعه الخضار ده تحمريها شويه في مكعب من الزبده. ادي الخضار بتاعنا زي الفل. الله. توابلنا فين يا عم الشيف؟ بهاراتك فين يا عم الشيف؟ في الوايت صوص اللي احنا من الاول عملناه مع اضافه الجبنه الموزاريلا. عندنا الطاجن بتاعنا، هناخد الخضار ده كده بالشكل الحلو ده كده والصوره الحلوه دي كده اللي تعني مليون كلمه. اهو شفت الحلاوه دي؟ زي ما هو معانا وايت صوص لطيف وجميل. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ده عدل وشويه رز بالشعريه، رز ابيض ماشي، مكرونه اسباجيتي مع البيستو صوص، مكرونه اسباجيتي مع الطماطم. ولكن هي للامانه عايزه شويه رز ابيض. زي الفل. جبنه موزاريلا على الوش ويلا بينا على الفرن. يا دلعك، الف هنا وشفا للي ياكل. حلوه قوي، عود زعتر حلو. شفت البساطه والسهوله بتودينا لفين؟ ما بحبش انا الكلكعه في المطبخ بقى، يعني ايه نقعد بقى نشتغل في الطبق ساعه وساعتين؟ احنا وصلنا للهدف اللي احنا عايزينه باقل تكلفه وبطريقه بسيطه وسهله. درجة حرارة الفرن عندي 180 زي ما هي كده هزة. يلا بينا على الفرن. اللهم صل على النبي. بص على الحلويات قبل ما اقفل الفرن. طيب عندنا طاجن في الفرن، هنعمل حاجة دلوقتي مع بعض، الكبيبة على طريقة المغازي.
ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ تفاصيل كتيره في قلب الفرن. نقفل يلا بينا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. طاجن من الخضار مع الوايت صوص لطيف وجميل، بيناسب الكبار ويناسب الصغار. الطعم فيه هنا مختلف، احنا بس نضرب الشوكه والمعلقه فيه بألف هنا وشفا. تعادله يا اما رز ابيض يا اما مكرونه اسباكيتا او بالعيش عادي ممكن يتاكل، ولكن ممكن نقدم معاه لبنه زي ما احنا حابين دي لبنه، او ممكن نقدم معاه اللي حابب ياكل معاه مثلا مايونيز مفيش مشكله، بس انا بفضل معاه يا اما لبنه يا اما سلطه خيار بالزبادي. الحاجات الحلوه دي تبقى لطيفه.